ضربة الهوك لو لبست في الوش صح هتبقى مؤذية جدا، ازاي اتفاداها بكل سهولة؟ انا مين عادل؟ مدرب الدفاع عن النفس. تعال اقول لك ضربة الهوك تصدها ازاي. الضربة اللي بيخاف منها ناس كتير جدا في خناقات الشوارع ان هو يقوم داخل مرة واحدة ويقوم لطشك بنية بلغة الشارع كده، لو ضربها لك صح يبقى اعرف ان هو كده ايه خلص الموقف. ازاي بقى تتفاداها؟ بمنتهى البساطه، رقم واحد انت لازم ايدك وانت واقف في وضع السعادات تبقى ايدك في النص، هنا تبقى ايدك في نص سنتر جسمك، ما ينفعش انت تبقى واقف كده اهو. وقفه خناقات الشوارع لو هو واقف ولا ضربك كده وانت ايدك جنبك مش هتلحق تصدها، لازم ايدك تبقى في النص عشان لما يجي يوصل اي ضربه، وصل كده اي ضربه يا كابتن زياد، سهل ان انت ايه، سهل ان انت تصد، ايدك هتترفع بسهوله. ده رقم واحد. رقم اتنين، كل اللي انت بتعمله لما هو بيجي يوصل الضربة، اول حاجة بترفع كوعك بالشكل ده، بترفع كوعك بالشكل ده، هو مهما ضربها جامدة هي هتبقى اللي هياخد الضربة والكدمة هو دراعك مش وشك. يبقى انت كده رقم واحد حميت وشك. اهم حاجة ان انت تحمي وشك. يعني مثلا لو هو جاي يوصل لي ضربة بالطريقة دي، وصل كده يا كابتن، بطلع بالشكل ده وايدي تمسك الضربة بالناحية التانية، وفي نفس الوقت بايدي التانية بضرب في وشه، او ان انا ممكن اقلبه لورا تاني. لو هو داخل يوصل ضربة، وصل كده كابتن، واحد اتنين تلاتة اربعة. لو اتعملت بشكل سريع هيحس ان هو ما بيضربش في جسمه، هو بيضرب في الهواء. ليه؟ لان انت امتصتها، ما ايه، ما اصطدمتش بيها. تاني، يبقى رقم واحد ايدي في النص. رقم اتنين، برفع كتفي بالطريقة دي، مسكت الايد قلبته، خدت قوة دفعه قلبتها ضده. اخر مرة، يلا واحد ها اتنين تلات. عملتها بشكل اسرع، عملتني كده بشكل اسرع. سهلة بس هي محتاجة ايه؟ محتاجة ممارسة، محتاجة ان انا اعملها مرة واثنين وتلاتة عشان اعرف ازاي ان انا اصدها. لاني خلي بالك لو هي فلتت ولبست في وشك ما اضمنش ممكن تبقى النتائج عاملة ايه. اكيد النتائج هتبقى مؤذية جدا، وفي نفس الوقت لو هو فاهم هيوصلها لك بشكل قوي جدا تبقى مؤثر عليك. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه. وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا وعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.